اهلا بيك طلبة وطالبات ثانوية عامة وإجابات ال 41. الاكسرسايز اللي موجود على الفوكاب: many boxes are made of cardboard. cardboard اللي هو ورق الكرتون، وcardboard كلمة uncountable، وmade of مع الحاجات اللي زي كده اللي بتفضل زي ما هي، زي ما قلنا الميتالز المعادن، جولد ليذر جلد والحاجات دي. people put toothpaste معجون اسنان، ودي الفرشه بتاعت معجون الاسنان brush عشان ينظفوا اسنانهم. every year the cells under the bark of a tree harden، الخلايا اللي موجوده تحت اللحاء بتاع الشجره بتتصلب، بتبقى صلبه وبتكون خشب جديد زي ما قلنا اللي هي الحلقه جديده من الخشب. This road is too narrow. narrow ضيق، يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ widen it، اوسعه. That old bridge over is weak. weak ضعيف، يبقى انا عايز اقويه. strengthen يقوي. The new trousers are too long. so my mother is going to shorten. قصير. sorry هو طويل، فانا محتاج ان انا اقصره. الverb shorten جاية من short وبضيف لها en زي widen strengthen harden والكلمات اللي قلناها موجودة في language notes. the knife doesn't cut blunt، بقى تلمة كده مش بتقطع كويس، يبقى انا محتاج ان انا اسنها اخليها حادة. sharpen جاية من sharp. الفيلم بقى محبوب جدا من الناس، عشان كده كيوز الطوابير بتعمل ايه؟ بتطول كل يوم، ناس اكتر بتروح تشوفه في الطابور، الناس اللي رايحه بقى تشوف الفيلم بتطول. the liquid that carries food، السائل ده بنسميه سابت، العصاره اللي موجوده في الشجره. a violin، الكمان. اله موسيقيه، musical instrument. she used rubber، المطاط، ربر مصنوعه من المطاط. gloves، جوانتي. to protect from chemicals، عشان تحمي نفسها من المواد الكيماويه. she has a lot of sports equipment، اجهزه معدات رياضيه. وكلمه equipment عشان نفتكر كلمه uncountable لا تعد. the world is trying to find a solution to the problem of global warming، طبعا معروفه يا جماعه الاحتباس الحراري. he used a paint remover، مذيل للطلاء، عشان ينظف القميص بتاعه. my hands hardened، الايدين يا جماعه ما تشتغل، بيقول لك working on the field on the farm او in the fields، في الحقول وفي المزارع بتبقى الناس اللي بتشتغل دي في الارض بايديها بتبقى صلبه، hardened تتصلب. we can determine، نحدد. the age of a tree، ازاي بنحدد عمر الشجره؟ by counting the rings، الشجره فيها حلقات وكل حلقه بتمثل سنه، بعد الحلقات دي بقدر احدد عمر الشجره كام سنه من خلال عدد الحلقات اللي فيها. we need 3 test tubes اللي هي الانابيب لاختبار، experiment تجربه. Egypt exports a lot of products، منتجات، تصدر الكثير من المنتجات، وطبعا عكسها import يستورد. I calculated that we would arrive there at 6 p.m. حسب بقى بيحسب، هنطلع الساعة 3، هناخد 3 ساعات، فنوصل الساعة 6، يبقى ده كالكوليت يحسب. نمبر 20، the oil which is extracted، الزيت المستخلص من الزيتون بيستخدم في الطهي طبعا. extract يستخلص، يستخرج. the garden is 20 meters in، وانا لما الاقي ان يبقى انا عايز النون in width، لكن لو مفيش in كانت تبقى 20 meters wide. the scientists couldn't، العلماء ما قدروش يعملوا ايه؟ كالكوليت يحسبوا امتى سفينة الفضاء هتوصل للقمر، space ship، يقعد يحسبها طبعا حسابات معينه. هاد فيرم هنا بمعنى شركه، والشركه ليها فروع، يبقى برانشز بتنفع فروع شجره وتنفع فروع لشركه لمكتب. A lot of medicines come from tropical rainforests. rainforests اللي هي الغابات المطيره، tropical استوائيه، يبقى الغابات المطيره الاستوائيه. The walls of the house absorb heat during the day. جدران المنزل بتعمل ايه؟ بتمتص الحراره طبعا، حراره ايه؟ حراره الشمس. wheat القمح grows well on fertile soil، تربة خصبة fertile. cutting down trees قطع الأشجار طبعا بيضر البيئة. we should plant more trees along the sides of the streets، على جوانب الشوارع، بامتداد جوانب الشوارع. 5 مي تريز fell over in the storm، وفول اوفر they fall، بتسقط في العاصفة. After 10 years of traveling around the world she felt it was time to put down roots. put down roots ده تعبير بمعنى يستقر، يحط الرحال بقى ويقعد ويستقر في مكان معين somewhere. we have to obey all the rules، القواعد، وخلي بالي ما لخبطش بينها وبين role بمعنى دور.
اخلي بالي دايما من السبيلنج ريجوليشنز اللوائح. ذا ويذر والسكول يسترداي لما اتكلم على الجو في فتره قصيره زي يوم يومين اسبوع بالكتير يبقى بستخدم كلمه ويذر، لكن المناخ بصفه عامه اللي هو الكلايمت بقى اللي هو حاله الجو خلال سنين بقى في منطقه معينه. ان اديشن تو بيجي بعدها اي ان جي يا جماعه، ان اديشن تو واشنج. They drilled into the tree. Drill بمعنى يحفر أو يعمل أو يثقب باستخدام آلة زي drill الشنيور كده مثلا. The width of the rings. اتساع الحلقات بتاعت الشجر بيعتمد على المناخ وكمية المطر زي ما قلنا وشرحنا. كل ما زاد المطر كل ما كانت الحلقات أوسع، كل ما قل المطر أو كان في جفاف بتبقى الحلقات أضيق. Studying the rings. دراسة الحلقات بتاعت الشجر دي بتبين لنا بقى what the weather was like. What ما عليك. What ما عليك. كان ايه شكل الجو من مئات السنين مثلا. Most trees grow bigger. الاشجار grow bigger بتكبر كل سنة زي الانسان. In every tree there is a circle. دائرة من الخلايا الصفت هنا نقول الطرية بقى اللينة اللي بيحصل لها ايه بتتصلب بقى. امتى؟ Spring or summer. في فصلي الربيع او الصيف. The tubes carry water. أنابيب شعيرات كده، أنابيب شعيرية دي في الشجر يا جماعة بتنقل الماء من الروتس الجذور للأوراق. The bark اللحاق بقى وظيفته إيه؟ Protects the living، بيحمي الجزء الحي من الشجرة. Car tires إطارات السيارات. The bottoms of some shoes are made from rubber، بتبقى مصنوعة من البطاط. The trees leaves الورق بتاع الشجر بيساعد الشجر إنه يعمل إيه؟ Take in light. Absorb light. تمتص الضوء من الشمس. This cream contains بيحتوي على ايه؟ Extracts مستخلصات من عديد من النباتات. The tallest tree is between and. Between مرتبطة ب and. لكن لو هي about كانت about two or three. او خلي بالنا من استخدام حروف الجر. Goats الماعز other animals can kill trees. ما ينفعش اقول die trees. kill بتقتل لكن die يموت، ده فعل اصلا ما ياخدش مفعول. The cells below the bark الخلايا اللي موجودة تحت اللحاق دي بتعمل ايه؟ بتكون خشب جديد كل سنة فورم تكون. The more rain there is كلما زاد المطر the wider كلما كانت الحلقات اوسع. It is possible to calculate نحسب عمر الشجرة عن طريق ايه؟ عن طريق عد الحلقات اللي فيها. We need wood from trees for building للبناء طبعا، استخدام الخشب في بناء المنازل مثلا. We can make paper out of. Make out of هي تساوي make from. Make out of تساوي make from. Wood can be used as a fuel يستخدم كوقود. ولما اقول ان الحاجة تستخدم كحاجة زي كده بستخدم as عشان تديني الوظيفة الحقيقية للحاجة الشيء. Trees help to reduce pollution طبعا بتساعد في تقليل التلوث عن طريق الأكسجين اللي بتطلعه طبعا. Turpentine زيت الترابنتين ده is used as a paint remover كمذيل للطلاء. Sorry. The weather today is so cold I can't go out. وقلنا زي طالما بتكلم على حالة الجو في حال وقت قصير بستخدم كلمة weather. This road connects بيربط أسيوط with Cairo. I hadn't seen her for years. خلي بالك hadn't seen for years. But I recognized تعرفت عليها مش عرفتها، عشان احنا في العربي يقول لك انا عرفته اول ما شفته. لا انت مش عرفته، انت تعرفت عليه، انت عارفه من قبل كده. How do you know that it is real gold. ليه بقى؟ عارف ازاي؟ يعني ايه عارف ازاي ان ده ذهب؟ عشان اعرف ان ده ذهب حقيقي ولا ذهب فالصو بيبقى عندي information معلومات، عندي knowledge اللي جاية منها فعل no، لكن مش بتعرف عليه، لا بيكون عندي معلومات تكفي ان انا اقول ان الحاجة دي صح او لا. If I can't trust you who else. طبعا else بتيجي بعد ادوات استفهام معينة زي who else what else how else where else او بعد كلمات عرفناها وقلناها واحنا بنشرح في language notes 16 كلمة. someone somebody nobody anyone anything nothing else. wood products منتجات الخشب كانت be turned into. turn into يحول الى. turn into حروف الجر. this documentary film تسجيلي is about the
everyday lives, the everyday lives. و everyday هنا مستخدمة كصفة فتبقى كلمة واحدة، لكن لما استخدمها كحال زي I go to school every day تبقى كلمتين منفصلين زي كده. طيب ده بالنسبة للفوكاب. بالنسبة طبعا انا عشان الفيديو مبقاش طويل يا جماعة بحاول اسرع شوية، لكن انت تقدر توقف الفيديو وتعيد سماع الحاجة اللي فاتك تاني مفيش مشكلة. ولو في سؤال ابعته. if it is، انا عشان اعرف يا جماعة بالنسبة لقاعدة if ايه المطلوب بالظبط، هو بيديني معلومة، بيديني نص الجملة ومنها بستنتج التاني شكله ايه. اداني هنا بعد if مثلا مضارع بسيط زي كده is، يبقى انا عارف ان التانية هتبقى يا اما مضارع زي إيه، يا اما will مثلا او كان او اي حاجة تدل على الحالة الاولى. هنا بقى عشان الكلام ده زيرو يا جماعة ودي حقيقة، فاستخدم الاثنين مع اف في المضارع اللي هي الزيرو conditional. if it rains our او عندي هنا will، ابص دايما في الجزء الثاني لقيت will والinfinitive خلاص، يبقى عرفت ان دي حالة اولى سوري، وان المطلوب هنا بعد اف هو المضارع البسيط رينز اهو. if the goats eat the bark، الماعز اكلت البارك بقى بتاع trees، the trees will dry. يبقى دي استخدمتها كحالة اولى. if people don't get enough food they become، حقيقة don't get they become، الاثنين present simple. if it goes on raining for much longer the river will flood. عندي will والinfinitive، عندي goes present simple حالة اولى. if the farmer's fields get very dry he will irrigate them، هيرويها، عندي will irrigate فاستنتجت ان ده present simple get. if you heat ice it melts، الاثنين مضارع بسيط عشان دي حالة صفرية zero. الثاني اهو the town will be، will be حالة اولى. if there is، وامتى اقول there is وامتى اقول there are على حسب النون اللي بعديها، يعني انا عندي هنا a sandstorm ده مفرد فقلنا if there is، طب كانت sandstorms جمع يبقى if there R كانت هيبقى جمع. if you mix yellow تخلط اللون الاصفر باللون الازرق طبيعي لازم يطلع لك لون تاني get، فعشان كده الاثنين mix وget الاثنين في المضارع وحالة zero. if you don't water these plants soon soon they will die حالة اولى مضارع will. if the wind is very strong it will blow، if the wind is will blow first حالة أولى على طول. if science study أو مضارع can find بدل will يستخدم can، ممكن يستخدم must، ممكن يستخدم فعل أمر زي ما احنا عارفين، ممكن يستخدم it is و adjective. if there isn't مضارع أهو much rain the rings are close، وهنا مضارع عشان دي برضو تعتبر zero. if they extract يستخلصوا wood مضارع، can calculate اهو حالة اولى. number 15 if a tree has deep roots it won't fall، يبقى انا ببص في اللي موجود عندي، عندي هنا won't fall فبستنتج ان ده present simple مضارع بسيط. if the bark of a tree is destroyed the tree dies اهو الاثنين مضارع عشان دي zero. if you pick they won't taste اهو pick مضارع won't taste حالة اولى. if you leave you will catch حالة اولى. water freezes if the temperature is zero or below الاثنين مضارع عشان دي zero. if you throw لو رميت الحجر ده ممكن يحصل ممكن لا احتمال حالة اولى will break. if I had gone to England هنا بقى would have هشوف الاقي would have وتصريف ثالث خلاص عرفت ان دي حالة تالتة، وبالتالي ليه اخترت بقى if ليه ما اخترتش unless عشان المعنى يا جماعة، انا لو كنت رحت كنت قابلته. اذا القاعدة اللي بتنطبق على if بتنطبق على unless، لكن اللي بيفرق بينهم لما يجوا الاثنين في choose هو المعنى بتاع الجملة. نفس الفكرة يمكن هنا if we didn't get heat and light there would be no life. طيب ليه if وشيء طبيعي ان انا ما ينفعش استخدم نفي بعد مين؟ بعد unless. if you took you would find حالة تانية. if you look you will حالة أولى. is it okay هنا بقى استخدم اللي هي it is وال a وال adjective بس جابها بشكل سؤال. if you look وحالة أولى هو it is وال adjective استخدمها في الحالة الأولى. if he hadn't
looked. ماضي تام. سبع خلاص انا عايز would و have وتصريف تالت. يبقى wouldn't have damaged his site. ايه ده؟ بس انا عندي would have برضه. هو would have damaged ليه ما تنفعش؟ المعنى بقى هو اللي بيحدد موضوع النفي والاثبات. يبقى لو ما كانش بص للشمس او نظر للشمس ما كانش ضر بصره. مهم جدا حكايه الاثبات والنفي وحكايه المعنى بالنسبه لاف وانلس. if it hadn't rained اهو ماضي تام خلاص. يبقى انا عايز would have. وانا عندي would have وعندي wouldn't have had عشان هي الفعل اساسا have floods. في have لما اعملها would have وتصريف تالت تبقى زي كده wouldn't have had. 28 I would go. بس يبقى انا عايز ماضي بسيط if I were asked. وخلي بالي ان ممكن الماضي البسيط اللي بيديهوني او الماضي التام يبقى مبني للمجهول زي كده. if it is we will not. حالة اولى واضحة جدا. people who live near volcanoes بالقرب من البراكين leave if they اللي هي البراكين erupt اذا ثارت البراكين. اذا الاثنين مضارع لان دي حقيقة فعلا يا جماعة. ما حدش هيبقى عايش قريب من بركان والبركان ده يثور ويقعد مكانه يعني. if I were you I would طبعا بتاعت ابتدائي. if the storm had reached وعندي would have destroyed would have been destroyed. هي would have been destroyed لان البيت مش هيدمر نفسه فدي واضح انها مبنيه للمجهول. اذا دايما اخلي بالي من حكايه هل الكلام المبني المجهول داخل في كل القواعد يا جماعه فخلي بالي منه. what would happen if a huge storm hit. وطبعا اخلي بالي من الافعال اللي زي hit يا جماعه. hit 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 cut 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 shut 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 put put put. عرفت منين انا ان هي would والمصدر وان ده حالة تانية وان hit ماضي؟ لان لو كان hit مضارع طبعا طبعا في ناس كتير فاهمة كانت تبقى hits مش كده عشان هي وشي وات بياخدوا اس في المضارع. فبقى سهل جدا اعرف زمن الفعل اللي عندي. if there are clouds you will not be able to. وده مضارع وده will وده حالة اولى. if there had been an eclipse كسوف او خسوف the sky would have gone dark. had been ماضي تام. يبقى انا استخدمت would و have وتصريف تالت. if I discovered I would give حالة تانية. if there was an eclipse I would definitely بالتأكيد watch it. طب ليه مش unless يا جماعة؟ المعنى لو في كسوف للشمس انا من المؤكد ان هشوفه لان الكسوف ظاهرة طبيعية نادرة الحدوث وبيبقى كل الناس عايزة تشوفها. فالاختيار بين if و unless دايما اخلي بالي منه من حيث المعنى. if you watch the sky on a clear night you can see اهو حالة اولى واضحة. if you wear a hat your face won't get burnt. if you were مضارع won't get it is better for your eyes. if you هنا استخدم it is will adjective زي ما قلنا وإف حالة أولى. if you were if you hadn't طبعا ما ينفعش استخدم فعل منفي زي ما قلنا بعد أن لسه يا جماعة والمعنى كمان. أربعة نمبر 42 if it's warm and sunny will go حالة أولى عادية جدا. نفس الفكره هنا بقى بتاعت الحاله الثانيه what would happen وإف تيجي ممكن في شكل سؤال زي كده. if the volcano erupted وادي ماضي بسيط فاستخدمنا would والانفينيتيف. what would have happened if there had been a flood here would have happened برضو جابها في شكل سؤال وادي ماضي تام عشان دي حاله ثالثه. if the storm reaches our area trees will be blown شوف وهي will blow بقت will be blown عشان مبنية للمجهول. وخلي بالي دايما من حكاية المبني للمجهول. 46 if you walked it would take حالة تانية. I would go يبقى انا عايز ماضي بسيط. if it were summer it were were مع كل الضمائر was مع المفرد. وخلي بالي من استخدام were احيانا بدل was زي كده. would watch if they showed اهو ماضي بسيط would والمصدر حالة تانية. if I were you ابتدائي. if you hadn't
phoned ايه ده ماضي تام wouldn't have known you were back from your holiday. يبقى حالة تالتة عشان عندي hadn't phoned ماضي تام. if I hadn't gone wouldn't have met حالة تالتة ماضي تام اهو بعد if. if it had continued raining the town would have been flooded. ما كانش اغرقت بالماء يعني وغمرها غمرها الفيضان. if he had been taller would have been اهو would have been اهي would have been يبقى انا عايز ماضي تام. when you when جاي مكان if اهي في الحالة الزيرو اهو. if you heat water it boils. when you heat it boils. if the sun arrives if the bus sorry arrives late again I will phone. arrives will phone حالة أولى. if I were rich I would build حالة تانية. if Egypt had it might have حالة تانية. if you had gone to the sports club أو had gone ماضي تام يبقى أنا عايز حاجة have وتصريف تالت could have seen عليه. if I had had اهو شوف جزء بص هنا اداني في الجمله yesterday طالما في كلمه بتدل على الماضي في الجمله زي yesterday ago in وسنه في الماضي يبقى دي حاله ثالثه حتى لو الاختيارين هعمل الجمله كلها اختيار اهو. if I had had I might have bought. if people didn't eat enough food they would become حاله ثانيه. if it had been cold our plants would have died. would have had been ماضي تام would have وتصريف تالت. if I hadn't taken those photos I wouldn't have remembered our holiday. wouldn't have remembered would have وتصريف تالت. hadn't taken وإف حالة تالتة. had realized would have taken. had realized ماضي تام would have taken تصريف تالت حالة تالتة would have وتصريف تالت. if she were efficient efficient يعني كفء she could do her job well. if she were she could would. if she runs she will get there in time. زي ما احنا شايفين الاختيار بالنسبة لإف وأمليس وباقي الحالات اللي احنا اخدناها ودرسناها في إف سهل جدا. ما عندي حاجة موجودة معلومة في الجملة وانا من خلالها بستنتج ايه الحاجة اللي ناقصة فبختار صح. the satellite enables us to calculate قمر صناعي يمكننا من نحسب بقى الاكزاكت لوكيشن الموقع بالضبط للحاجه اللي احنا عايزينها. I want to speak to him again unless مش if unless هي المعنى بقى زي ما قلت لك الاختيار بين if و unless حسب المعنى. انا مش هكلمه تاني الا اذا لم يعتذر. They published an extract. extract مقتطف بقى من سيرة ذاتية جزء من سيرة ذاتية extract. he often autobiography سيرة ذاتية. he often went to the gym to harden his muscles. الناس بتروح الجيم بقى عشان عضلاته تبقى جامدة كده وصلبة. a test tube أنبوب الاختبار طبعا مقفول من ناحية ومفتوح من الناحية التانية. the road narrows to a width بيضيق ليصل اتساعه الى 4 امتار فقط مثلا. width الاتساع. pencil marks لما بعمل علامات بالرصاص سهل جدا ان انا اعملها ايه بقى امسحها بالاستيك الرابر. most painters prefer turpentine. زيت الترابنتين ده يا جماعه ده عباره عن يا اما بيخفف الطلاق او بيزيل الطلاق. the country's most valuable commodities اكثر السلع قيمه valuable قيمة وكوموديتي السلع ذهب والماس. we can use wood as زي ما قلنا as بستخدمها عشان ابين الوظيفة الحقيقية للشيء as a fuel. believe it or not صدق او لا تصدق. if they had brought a map they wouldn't have got lost. المعنى if طبعا as long مش كاملة without عايزة noun او ing. should لو كانت should كانت تبقى should they bring ودي في الحالة الأولى أو الثانية. نمبر 13 had I known وأنا عندي في الجزء الثاني would have prepared would have وتصريف ثالث. طب ليه بقى ليه مش should ما احنا قلنا unless مش هتنفع بالطريقة دي أساسا أولا كمعنى وكشكل جملة أصلا ما ينفعش أقول unless وأجيب فاعل وتصريف ثالث ممكن unless وتصريف ثالث على طول. فهي أصلها لما بتحب تعمل تأكيد بقى للجملة رجعها لأصلها. هي أصلها if I had known if I وماضي تام وحذفنا if رحنا جايبين had بتاعت الماضي التام
في الاول كانها سؤال، يبقى هاد اي نون. سبوز، وعاده سبوز لما بتيجي زي كده كتير بتلاقي الجزء الثاني في شكل سؤال. اهو سبوز يور كار بروك داون، اف يور كار بروك داون وات وود يو دو. اهو حاله ثانيه بس جايه بشكل سؤال. Had it not been for، ايه had it not been for؟ مفيش حاجه هي اصلها. If it hadn't been for، if it hadn't been for، وجاب had اللي فيها مكان if في الاول فبقت had it not been for. Were they to try، لما ابدا ب where ويكون عندي فعل في الجمله زي tried went came الى اخره بجيب to المصدر. Were they to try؟ طب if they saw يبقى were they to see. If they came where they to come they would succeed. طيب بعد كده الكومبريهنشن يا جماعه، ونتعود ان احنا نقرا الاسئله في الاول. الكومبريهنشن ليس سؤال سهل في الامتحان عشان ما نكذبش على بعض، محتاج ان انا اقرا الاسئله كويس في الاول. اقرا القطعه دي مره اولى قراءه سريعه جدا، الهدف منها افهم ده بيتكلم على ايه. بيتكلم على الغابات المطيرة ومش عارف وايه وفوائدها والكلام ده. طيب بعد كده اقراها مرة تانية عشان ابتدي بقى ادقق في المعلومات اللي فيها، وابتدي انا خلاص قريت الاسئلة في الاول وابتدي ادور على الاجابات. ممكن اضطر اقراها مرة تالتة، والسنة دي بالذات هتضطر تقراها مرة تالتة وديك هتشوف، عشان ادور بقى على الانتونيم المضاد لكلمه معينه او السينونيم المرادف لكلمه معينه. لكن ان شاء الله هتبقى حاجه سهله. وبالنسبه للتشوز بتاع التست الثاني، ذا روتس، روتس دي هي اللي بتبقى جرو اندر ذا جراوند يا جماعه، الجذور تحت الارض طبعا. ذا هارد اوتسايد، الجزء الصلب اللي موجود بره الشجره اللي بيحميها ده، بارك اللحاء. ليفز الاوراق، ده الجزء المصحح الاخضر من في نهايه الفروع بتاعت الشجره اللي هو ورق الشجر، ليفز. نمبر 4، افروت جروز، الثمره تنمو فوق الشجرة، فوق النبات، والشجرة الثمرة تنمو فوق الشجرة. وبها بداخلها، inside ايه بقى بداخلها؟ seeds البذور. every year trees grow extra rings، في كل سنة بتطلع حلقات جديدة يا جماعة، لان كل حلقة بتمثل سنة في عمر الشجرة زي ما قلنا، والشجرة بتزيد حلقة كل سنة. the liquid that carries food in trees، الليكويد اسمه ساب، العصارة لسه قايلين جملة شبهها. البيانو دي آلة موسيقية اسمها musical instrument. we can use turpentine، إزالة الطلاء الترپنتين ده، remove يذيل. I get a headache if I spend too long، هنا تعتبر عادة، عشان كده جاب الاثنين في المضارع مع اف، وكانها بالظبط زيرو. اف هي زيرو. if she trains she will win، 11. if you mix لون مع لون تاني you get مضارع برضو، لان دي حقيقه. if you practice you get، برضو تعتبر حقيقه، حاجه معتاد انها تحصل. if you work hard you will do، حاله اولى واضحه. if you read you learn، برضو تعتبر حقيقة، read والاتنين مضارع. if you helps، sorry، if you plant a tree it helps، حقيقة، بتزرع شجرة بتطلع اكسجين بتساعد العالم انه يتنفس. if you plant a tree it will look، شكلها هيبقى حلو ان شاء الله لو عاشت الشجرة in a few years. والcomprehension بقى بتكلم على الpandemics يا جماعة، الاوبئه والجائحه بقى وتاثير الحاجات دي على الناس، وعرفنا ازاي نحل كومبرهنشن بالطريقه دي. ولازم تتعود انك تعمل كده من دلوقتي، ما ينفعش انك انت تيجي في الامتحان وتطبق الكلام ده، لا، هي لازم تبقى هابت، عاده عندك ان انا احل الكومبرهنشن بالطريقه الصح. مش مهم ان انا اغلط، ال 10 تشوز انا جبت فيهم 5، المره اللي بعديها اجيب فيهم 7 8. ومع القرايه، القرايه مهمه جدا، بتحسن مستواك، بتزود الفوكاب اللي عندك، بتخليك مستعد انك انت تحل افضل في الامتحان. فما تكسلش وتمسك الواجب، تروح قاري القطع على طول وتبتدي تلوش في الاسئله، واديني قاعد منتظر الاجابات. وخلصنا على كده، كده عمرك ما هتحل كومبرهنشن كويس في الامتحانات. بالتوفيق يا جماعه، وان
هنبدا بعد كده ان شاء الله يونت 15. خلاص يا جماعه احنا قربنا نخلص، والكم فصل قصه ورا بعض ان شاء الله هناخدهم باذن الله، ما فيش مشكله. مش عايز الناس تقلق، ومش عايز كل حته واحد. انا يا جماعه ظروفي الصحيه احيانا ما تسمحش ان انا اشتغل، فلازم باخد راحه، باخد علاج، فما تقلقش. احنا لسه ان شاء الله عندنا كتاب هينزل، وانا حاطط الاعلان بتاعه في نهايه الفيديو. الكتاب ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه جدا، و هنتناوله بالتفصيل باذن الله في الفيديوهات في المراجعه. شكرا لكم.